هاني اخوان هاني نعاني اكثر رفيقه بس قاعد تشوف فيا شنو الامور يا اخوان؟ والله الحمد لله شنو سعد هي الحكايات يا اخويا؟ توا اكثر صاحبي البيت اكثر ببليك سيرك انمي يا صاحبي، والله انمي اذا عندك خير سيرك عمان يا والله عمي ببليك انمي يا اخويا، سيرك عمان فما خويا برشا تشعيل نار وفما برشا زيد بارسا، يعني بيف ناش متسير. ما انا نعطي رايي كانسان كواحد من الببليك كبار رابور، ناش متسير البيف، فما اللي بعد البيف صار زيد معني وعبيد دخلت وعبيد وليد احكي لي على حومته وحوم الناس وبرشنا، فما حكيت صارت زايده فاهم. هيك اسمع يونغ سيد سيد برجولي انا نحكي سيد خبيث ما تو خبيث فهمت خبيث هي ما كانش تمشي هكاك نتاع مشيت انا وياه انا بيف تعرف معناتها بيف انت رابور وتعرف بيف نضيف تسبني تسبني صاحبي تسبني مو هكاك ولا بيف صحيح، صار صغار ماهيش بيف بشطوفة انتو انا شو سيك هكا نخاف ولا نعدي صاحبي الانرجي ذي للعبيد تولي يا والراب مش واع واع. اما انا بالنسبة لا لي مش ضد كيف كيتا، انا بيف نتعارك، هو انا يا ابني عارك هي رابوريت فمية عارك رابوريت وعارك صحيح اسمه بيف هو عركة تكون قد الكلام انت عارك داخل في البيف برجوليا. ما تصورش لو كان انا مثلا مش نتيح في بيف مع انسان نهار في اليوتيوب وبعد كي نقابله في الشارع نقول له سلام، ما نصورش امبوسيبل ايه هو بيف عركة فاهم. معناتها يا قد الكلام تو تسبني ونسبك من بعد شنو ما تسبني باش نبيف وانت قد كلامك وليك هو البيف قد سباني تسبني فيه قاعد تسب فيه اسمع قد راهو كلام البيفات الكل بريسك في تونس الكل راهو جوست يعني ديجيتال، ستوريات يوتيوب بكاو معناها يدي يسمع فاهم، انا راه والله مش نقولها ما ونعاودها اكثرش معناها، مانيش كان قاعد جيت في نشوف تونس قسما بالله مانيش يا يوم نشنع ولا نشجعه على لا عنف، نحكي فما في راس ما فماش راب عنف، هو بطبيعتها ما فماش عنف نحكي راب صحيح نحكي في كولتور تاع راب صحيحه وشيرة شنو مانيش حكايه تشجع العنف ولا الماسكي وزاد صاحبي البيع برجولي انا صحيح. من اذا نقول لك بيف انا كان جيت في تونس قسما بالله صاحبي سبني كلاشيني من كلاشيه يعني ما نزعلوش نسيرو سبيتني قد كلامك اذا بابا بيف اذا حطني راسي راسك انا وياك بايف معايا وفما فهمتني سبة من سبة زيادة، فما سبة متاع تحسها يعني فنية، وفما سبة تحس وقاصدك كإنسان معناها، ايه فما قاصدك سبة صاحبي من يحط عليك تجارة 15 مليون قاصدك كانسان زبي زيد على رابوريت ونعرفه مع مين هي زيد 15 دقيقة كيس حاجات ويلا. قاصدك كانسان هذا مش قاصدك كرابور قاصدك نتاع ركبت له كيما هو يحكي فيها باش نحطمه تيزي أما الناس اللي دخلوا من بعد زيد صاحبي على الأخر يدخلوا من بعد هو صاحبي هز ردها جهويات اوكي ليه يعني ليه دخلوا من عيب بعد عيب هبطت كبير صح، كلاشيات راب ريت هبطت كلاشيات راب عبيد بالعكس عبيد ريلو فيك خاطر انت تفهم في الكولتور سامي فمي درت في الشيخ تونس من راتور قبل صحاب ومن قبل صحيح ما تقولش تيجي هكاك هو احنا توا مانيش معناها قصير امبوسيبل صغار باش يجي توا. صحيح هو صاحبي احنا في كولتور تعرف كولتور راب وكارابوريت فيك وريل نعرف شكون الفيك وشكون الريل ما بينات بعض وانسان متحزب معناه وداخل في احزاب وعنده قصه مع ما يدخلش في الكولتور في العالم الكل تحب ولا تكره صاحبي واضح صحيح هي كانت تمشي ريل وان وفيك وان معناتها يا ريل عباد بالحق عباد تام في الراب كي الكلام اللي يقولوا فيه ويعيشوا فيه قدوا العباد هذوكم ولا انت عباد بالرسمي ولا عباد كيك مان هو شلق بيها كيك حب يرد الجهويات فهمت صاحبي حب ليه خرج ليه هو وقال لمو محلبة، حدا كان حاب يعمل كيكة محلبة صح، ومن بعد ردها بحال وبعد فما ردها برشا عباد قلقت راهو في دم الشارع مش راهو دم معناها اسمع فاهمني، اسمع اسمع اللوم كيما انا قلت صاحبي انت عباد تعيش في الشارع، يعني كي صحيح نقولوا احنا الفيدباك راهو باش تلقاه في الشارع مش في اليوتيوب ومش في الكومنتات، نعرف عباد صاحبي قلقت نعرف بالرسمي بالفازة اللي صارت بنزرت ودرشنية وحق الويدة، صحيح ما عندها حتى علاقة برجولية عنده الحكاية حتى زيدة علاقة جملة يا صاحبي. دي عنده حتى علاقة تينا نقعد في حومتي يمكن أكثر منه قهوة موزاييك وقهوة كلاسيك وفي حومتي يمكن هو ما يعرفهمش حي بن وسين أنا أقعد غادي وعندي صاحبي يسكن غادي كي خويا بيته نصبح بحذية ودنيا معناها مانيش نحكي حوم وبلايص حكينا راجل للراجل أنا وياه هما هم زب هذيك هي معناها هو يس فيها غادي وطالع انا يمشي اللي في يحكي بالي بي ريت فيديو، يعني اللي انتم تحكيوا مع بعضكم في لايف نتاع راهي تفضلت في بالي. انا طلع معايا يحكي في لايف اديني قلت لك انا مش مبيف ما يعرفش نتعارك معاه طلع في لايف بعيش خويا واحد نخرج من هناك انا تنحكر معناها صغير نخرج من هناك على شويه يقول لي عايش خويا يقول له ليه نضربك ونقول لك فهمت ما دامش نخرج فهمت شنو هو صاحبي ولا بالحق مشيت معاه في الخط قلت له برا خويا مش ايه معاك ايش صار مبا مشيت معاه في الخط طلع لي في الموزاييك يحكي ولا يجيب في الرابوريت يلم فيها ويحكي احنا الكبار نتاع الراب قررنا باش نفسخ وننظفوا الراب شكونك انت يا ولدي؟ شكونك انت بتفسخ وبتنظف وجيب لي في عبيد ما في بيلو وبعدين شكونك انت يرحم والديك فهمت شنيا ولي والدي يتحكم هو احنا نفسخ ونطي شكونك انت كل شيء الراب شكونك انت بيدك مش عامل انت مان
يحطوك في سايفر في بلي رابوريت اسمعني وباتل ريتها بلي معناتها باش يكون اي واحد، فما حتى حد مسؤول من الاخر بلي باش يكون كارير كيفاش، ولا لا يعني هذاك تتدخل ريسبكت يحبوا حتى يرجعوا كان الفلانية كارير هو طويله، كان اما يرجع فما حتى فيك حد مسؤول باش يقول احنا مثلا جينا باش ولا فاهم، هو فمش يحب كل يرجع مسؤول الفلانية بالرسمي على فهمت الحكايه يعني. هو يحب مين يرجع تمشي الفلانية عبيت تموت كل يوم وتحيا معناها فاهم كيفاه. عارف هو يحب يرد كلونيات معناه تونس وبنزرت وكيك يحب يرد على ليه الحكاية بالعكس كرزت العبيد وما تحبهاش هكيك جملة بالعكس. بتبيعها هي ما هيش هكيك صاحبي جملة فهم هي كانت باش تمشي حتى في الراب كانت تمشي موسيقى عبيد فما عبيد كما يقولوا ينطقوا معايا كانت تمشي ريل العبيد خويا تعرف الموسيقى وش يقولوا كما يقولوا يضم عبيد صحاح ويضم عبيد خويا يعمل في موسيقى فيك يقولوا ريل وفيك ما تعرف العبيد ينطق خاطر هو فيك خاطر هو معناتها ماهوش بالحق ماهوش ريل شيء يحكي فيه واللي يعيش فيه وكل منافق هو انسان منافق برج ولا نحكيو في الكولتور هذا وخويا رايي انا الخاص انت ما عندك حتى دخل مش معناتها انت قاعده معايا ما تقول فيه الكلام رايي انا فهمت داخل خويا في احزاب وعنده درشنيه وعنده فازات وعامل حفلات مع النهضه ومتنقل ماكش تبع كولتور انت ماكش ما عادش تقول لي كولتور راب تعمل في راب تعمل في واحد امورك ماكش تبعها كولتور ماكش عايش كولتور بوب وراب فهمت ما تنجمش تدخل ومش تحاول هو يحب يحط لي في راسي كاريري ولا العام اللي عامله ولا موسيقى ولا كذا يبينوا باش يقيسهم هنا بي هو مشكلة بالكراسي مشكلة صاحبي بتاعهم مشكلة يعني صاحبي. المشكلة اللي يعني سوا ديزون جيت من ارتيست يعني مش صغير او البارح ولا بتاع هذه بتاع فازة بتاع تلكوشات بتاع 2011 فاهم كيف، ماهيش مش عمرو بتاع مفرخ صغار تتلكش معني، ماهوش ارتيست عمرو صغير انا ما البارح نريد كفاية تهزر صاحبي نكلاش كفاية نزيد زيادة بالعكس، نكلاش هو ما نزيد يحكي بهبط ايماج باهية لازم يعدي ايماج باهية للعبيد بتاع الارتيستوات تحب بعضها، مش واحد يطلع تاك الاخر درشنية تاك اي هو هيك فعليه المقصود هو هيك المقصود راهو هو ذيك المقصود علاش تو انت كلاس ما زين بتحكي بهبط قديم وتصاور في بيه بالعكس ما الفيسبوك رحب بالجينيراسيون وجيرت الجديده الدنيا ولا معلش الدنيا ليه اللي راهي رحب الدنيا كل بالمرايه شيء هو عديلهم ملك انرجي باهيه ميساج باهي يعطيني مش ما اوف تاك يعطينيش ما درشناي يعطينيش تاك تاك تربته بالعكس كل يوم ما ربي يعرفش يعمل راب هو منافق انا وكان عبيد بيظهر هو عاقل والزبده بدا يتمسك انا ما عندي صريخ الباب اخويا خلينا نخرج انا خايب ونم لايك في الحكايه دي سالفه خايب ونم لايك هو زب والخويا ما انت ماسكين منافق هو بيني وبينه كي حكيت معاه راجل منافق خويا ظاهر سكبان يترهد انا كي يقرص يده تحت وزيد وماشي برا باش يجيب في العبيد يدخل في العبيد ما عرفش يكر على العبيد هو فهمت قاعد يعمل قاعد يكر على العبيد كنت انا وياه في الحكايه نحب كل مره يدخل واحد واحد انا قلت له سهله هو ما هو لا ميديا طلع لي في الراديوات والزبي لا ميديا للزبي يا اخي كشيش صغار بيف نايك شارع كان روح قول لك جيت الدات هذه لازم تقابله فين تعب بنتي بضحك قدام الرجال ما بيفت معايا حشت بيا ولا هكا ولا البيف بيفت معايا ماكش بنتي قديم حشت فما حتى بيا حد في تونس يحط راه في الشارع راه ولا من كلها الوقت بيف من الوقت تعمل في بيف انت مع العابد يا اخي هكا راه اعطيني اخويا هكيك تنقل ديجيتال هكيك اعطيني ديجيتال عباد يعني ريال خويا كرزت انا واسمه راني مكرز على الحكايه ذي على الاخر راني مكرز بيف هو اسمه ما ديجيتال وليت اللغه فاهم، صحيح تصور وريق بيرتو هاني قلت لك تعرف يسبك حتى تلقى بيبليك راه يسبك في الفيسبوك ولا في الانستغرام بعد كي قابلك اه درشنا يا فين موجود يا الحكايه اخي سب سب يا عملوا لي في سبامات وكان كبير دو سينيال ومخلصيني كومونتير فهمت معناتها نيفو با على الاخر فهمت صاحبي فهمت يا ريخ بارد على الاخر معناها فهمت سينيالي ولي في تيترويات وزبي وابن اخرى معناها يا خويا سبي اخدم انتي صاحبي على روحك انا بطبيعتي وعمل كل نخدم شيء روحي خلتني وانا عرفت سبي باتل راب معناها ام في ان خليها مع خليها ام في ان معناها شنو احكي معاها قول له خليها ام في ان خاطر اللي ما يعمل حد فيها معناها قاعد يسب ما شويه حد عيب هذيك كما قلت الجوزة ما تخلى حد ذيك او تخلى ذيك او ما حومتها حد ذيك او حومتها ذيك باش تولي نميمه معناها حاجه هو خايبه يا على من الاخر زاد هو يدخل في تولي العبيد تحديات وردها سبي وردها يدخل في العبيد واه ومنه ويجبد ويده وش بدي هذا وحوم ومدري شنو هي ليه 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 هي مش حوم يا راجل راجل انا وياك انا وانت في كل شيء في اللي تحب انت مزيكا باينه انا ارجع لك اخويا سينو انا ما تسبنيش سبني ايه يا اخويا قولوا جبري قولوا اللي تحب تسبني تعارك انا وياك تضاربوا سهله شنو هي تسبني اخويا سبني تعارك لي هكا انا لا تسبني سبك وناخذوا كنسيان زغرت على بعضنا من بعيد سبني وتقول لي ما كنت تعرف كل شيء يا الراب ولا انت حبيبي ايش يا خويا ما بالرسمي صاحبي هذا هو الشيء هذا هو الراب من قبل سب لازم تقول قد كلامك قد الكلمة اللي تقولها تكون قد على اوتور لا 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 تربح الانترنت ولا والله هاشتاج صاحبي ولا لا قسما تربح بالله الانترنت لك وكان كان جيت يزيد قدك لا نجاوبه والله لا نجاوبه نمشي له ديريكت اذا كلمه ويجي تقابله انا وياك يلا عاود هولي بلاتفورم 15 ويت ولا دقيقة تكلاشيت على البلاتفورم ويت اه يا تكلاشيت كي 15 دقيقة عاود هولي في وجهي يلا بابا نسمع فيك وريني ترى تيكا
يا خويا حدا العبيد تشعل النار راوي يزبي يزبي مش عارف. العبيد ما تقدرش تزيد على حاجات تولي تردها كيف تهرب بيه الموضوع، فهمت؟ تهرب من البيف، كلمة البيف حقانية تهرب منها، ترد ميديا دي زي وترد هنا مش مالف صاحبي بالرقيق الحق ما نكذبش عليك. خويا انت ما متاكد من روحك الزبي سي بوان فاليدي الموضوع في راسك، تحب تسكره تسكره، ما تحبش تسكره ما تسكروش، لا معناها لا حتى يحكم فيك زاد لا الزبي. لا لا اسمع وذيا صاحبي، بلادك وعند وذيا عند حومتك هنا وبنزرت وتونس راهي كيف كيف، لا وذيا اعرف صاحبي والله كيف والزبي عندي رجال انا والله ورايا الزبي ولا كيف في كيف، انا رجال بيدي وانت نمشي صاحبي وعندي نخطف عبيد الا وهو كيف بيدو يمشي، معناها وباز ما فهمتش نطبش ايش رجال انا ما نصدمش بلي رجال بشويتي في صاحبي الاخر مش يطيح، معناها في بنزرت يمشي عابد يمشي بحر يمشي اي موضوع، معناها واحد يخلي صورته نظيفه مع العبيد ليه ما فهمتش فميت ما شنيا، هو جالس وبنزرت ولا واحد كان قادر يعني بشي يعارك الزبي ودرا شنيا ويعمل روحه يعني انا ضد العالم ودرا شنيا، يكون قد هكا يتحمل مسؤوليته يعني، بعد كان حصلت حاجه يتحمل مسؤوليته يا عم ليش كثير يعني؟ صعب. انا ما قلت انا عمري ما حبيت الرد على بلاصه ضد بلاصه تيزي بكين عايش في تونس يمكن انت بريس في قبل تونس مش خمس تعمل سنين مشاكل، اللي عبيد تشكي لهني تحكي دينار يا معاه سعد يحكي لمن يكون ينار يخلي لمن يشتغل ينار بالزبط، لمن فاهم ينار كيف انت فاهم، ما عايش في تعمل تونس مشاكل مع عايش زيد سعد هذا 10 اصلا، ما سنين حق حق. خليه 22 سنه في تونس وين عايزه من هوني تونسي زيد انا زيد